يسعد أوقاتكم بكل الخير متابعينا. سعد دامسكو بدت معكم لليوم. عنا كتير من المواضيع وخاصة القصص اللي بتتعلق بالاهتمام بفئات من المجتمع يمكن شوي منسية بحاجة لاهتمام ومساعدة. يسعد أوقاتك فارس. يسعد أوقاتك سبا وأوقات كل من ينضم لنا عبر شاشة العالم سوريا. مثل العادة ضيوف وفقرات أقرب لكم دايما. خلونا نشوف أبرزها بالعناوين. ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة على خشبات مسارح دمشق. أبرز النصائح لاختيار النباتات المنزلية بعناية. وكيف منتخلص من آلام مرحلة الانفصال؟ تمارين رياضية ونصائح غذائية لزيادة الوزن. وفحوصات لحديثي الولادة كيف وإمتى بيتم إجراءها؟ وبدايتنا اليوم حتكون من مغارة جعيتا بلبنان. هالمغارة المميزة يلي كل حدا بيقصد لبنان بيكون في له مرور فيها، وخاصة بأنه في تنوع طبيعي وأيضا وجود التلفريك كتير مهم بهذا المكان يلي ترشح لحتى يكون واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية. وهي عبارة عن عدد من التجاويف والشعاب والردهات، وبتتكون من طبقتين رئيسيتين، المغارة العليا والمغارة السفلى. خلونا نتابع هاللوحة الأثرية الساحرة ونتابع. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة بحاجة لأن نحن نشتغل على أكثر من صعيد منا التربوي والاجتماعي، فنحن بحاجة لأساليب خاصة بالتربية إضافة للدمج بالمجتمع. لكن في رعاية من نوع آخر أطلق مركز نور اختصت بالتدريب الأكاديمي والمسرحي والرياضي لأطفال ذوي الهمم. رح نحكي عن هالموضوع أكثر مع ضيوفنا اللي انضموا لنا باستديو دامسكو، مؤسسي مركز نور لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة غدير إسماعيل ومحمود الخطايبي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. طبعا هذا مو أول مرور لكم معنا بدمسكو لنحكي عن عملكم المميز بالنسبة للأطفال ذوي الهمم وكيف عم تشتغلوا بدخولهم بمجال المسرح. فبداية أستاذ محمود، يا ريت تعرفنا عن الفرقة المسرحية اللي عم تشتغلوا فيها مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، وشو التطور اللي حققتوه خلال الفترات الماضية. تمام. هلأ بالبداية أنا بدي أشكر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي عم تواكب أعمالنا المسرحية بمجال ذوي الإعاقة. طبعا هذا كانت بالبداية هي مغامرة بالنسبة لنا، نحن بدنا ندمج الفن بالذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بمهنتي الأساسية هي مخرج مسرحي،
حبيت أدمج شيء مع ذوي الاحتياجات الخاصة. جربت، كانت البداية بمركز عبور، يعني كانت هي مجازفة بالنسبة لي، وشجعتني كثير الأستاذة ريهام شامية، أعطتني الطاقة، أعطتني قوة لقدام أنه بلش، ومو مشكلة نحن إذا اشتغلنا مع هاي الشريحة من المجتمع. البداية أنا كنت خايف كثير. أنجزنا 5 عروض مسرحية بفضل الله عز وجل، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يعافيكي. وعملت فيلم قصير إعاقة مجتمع، وكان بداية بالفيلم القصير كانت كتير صعبة بالنسبة لنا وبالنسبة للمعاملة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الله يعطيكم ألف عافية على كل الجهد اللي عم تبذلوه. أستاذ غدير، تأسيس هيك مشروع جدا صعب، خاصة أنه موجه لفئة حساسة جدا، احكيلي عن بدايات الفكرة، كيف تحولت من فكرة لتجسدت على أرض الواقع وتطورت وكبرت؟ هلا اول شيء الفكره مثل ما تفضل الاستاذ محمود، نحن كانت البدايه هي بعرض مسرحي. نحن بالاساس فرقه مسرحيه لامار، انطلب منا نساوي عرض مسرحي لهدول الاحتياجات الخاصه لاطفال الداون. فوقت نحن رحنا وشفناهم كثير حبينا الشغل معهم والتعامل معهم. ايه، فوقتها فتنا نحن بهذا المجال، فتنا مع هدول الاطفال. فبعدين الاستاذ محمود حب يطور هي الفكره ويدربهم على المسرح، يعني انه طفل احتياجات انه هو قادر يطلع على المسرح قدام الجمهور ويعطيك احسن من الممثل العادي اللي بيطلع على خشبه المسرح. فاقترح انه ياسس مركز نور لذوي الاحتياجات الخاصه وياسس صف المسرح، انه هو يكون مؤسس المركز مع المسرح. وانا بالاساس يعني بالاضافه لعلم الاجتماع وبالاضافه لخبرات السنوات اللي قعدتها مع ذوي الاحتياجات، كنت يعني معه الاخصائي بالمركز، يعني عم نتعامل معهم اكاديميا. اذا هو كان بصف المسرح تدريب رقص غناء تمثيل، انا عم كون معهم بالشكل الاكاديمي بالمهارات بالنفسي حركي بالتدريبات اليوميه بالمركز او خارج المركز بالنادي الرياضي. حلو كثير. ونحن يعني من هالمنطلق بدنا نحكي عن البرامج يلي عم تقدموها للاطفال ذوي الهمم والكادر يلي عم يشتغل معهم، شو عم بتكون الاختصاصات والمؤهلات يلي بيتمتع فيها؟ هلا بالبدايه نحن اكيد بدنا نستند على برنامج الاساسي للوزاره، هو برنامج البورتج، وبدنا نشتغل كمان على المنهج المختص بذوي الاحتياجات الخاصه. الشباب المختصين المشرفين الصف هن اختصاصهم مثل ما قلك علم اجتماع، اختصاصهم تربيه خاصه قسم الاعاقه، وفي عندهم دورات خارجيه بصعوبات التعلم، المونتسوري، الطفل التوحد. طبعا هذا الشيء بيرجع لتعاملهم مع الاطفال، كمان في شيء لمحه انسانيه كمان ما بننساها مقابل الشيء الاكاديمي اللي هن تدربوه. اكيد يعطيكم كل العافيه، بخليكم بهالهمه. الله يعافيك. استاذ غدير، في كورسات ايضا عم تنعمل، ريع عم يروح للاطفال، نحكي عنها، شو الشريحه المستهدفه فيها تماماً، وشو البرامج اللي عم تقدم خلالها؟ تماما. هلا البرامج اللي عم تقدم على الاطفال، هلا نحن بنقول على الاحتياجات الخاصه الاعاقات الذهنيه مثل الداون والتوحد، فلكل فئه في الى البرنامج. مثل ما تفضل الاستاذ، نحن بنستخدم برنامج البورتج من اثناء الولاده لعمر 9 سنوات، بنسميه هو تدخل مبكر. التوحد في عندنا نحن مقياس سبيرجر، ممكن نحن نشتغل عليه لحتى نطلع نحن الاهداف السلوكيه العاليه او الفائقه. كل طفل نحن بنحدد له البرنامج الخاص فيه. الكورسات اللي عم تصير مثل بيجونا نحن كثير اساتذه خريجين تربيه خاصه بس ما عندهم مجال الخبره مع الاحتياجات، انه خلص هو دراسته بالجامعه عن الموضوع كافي بس ما في خبره عمليه. فالخبره العمليه نحن بنضيفها بالكورسات، انه كيف التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصه، كيف تنظيم البرنامج، كيف الخطط والاهداف التدريسيه، مع انه نحن اهداف اسبوعيه واهداف شهريه، شلون بدها تتاخذ بهي الطريقة وهي المعلومات. بالإضافة نحن كتير منركز على الكورسات التوعية للأهل، يعني نحن وقت منجيب الأهل نحن منسميها محاضرة تحاضرية للتعامل مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف أتعامل مع طفلي. نحن إذا الأهل ما ساعدونا نحن ما بنقدر نساعدهم، يعني أنا بدي ساعد طفلي بقلب المركز والأهل بدهم يساعدوا طفلهم بالبيت لحتى نحن نحصل على نتيجة، خصوصا هي الفئة بالمجتمع إذا نحن ما ضلينا وراهن ما بنحصل على نتيجه. لازم شو هي النواحي اللي لازم يتعاونوا فيها الاهل بالنسبه لطفل عنده احتياج خاص؟ ليكي انا ممكن احكي شغله
وبزعل او باسف اني احكيها انه بيجي حدا من الاهل بده يحط ابنه لحتى يرتاح منه، هذا مانو حكي، هذا مانو وعي ولا مانو ثقافه انه انا بدي احط ابني 3-4 ساعات لحتى هو ما يضوجني بالبيت، انت اذا ما حطيتيه وضليتي عم بتتابعيه وقت انا بدي اعطيه هدف معين، هو هدف انه مثلا اللون والشكل والرقم، اذا انا ما اشتغلت عليه بالمركز عبر الوسائل التعليميه المانا موجوده بالبيت، طيب انت بتشتغلي عليه تدريسيا على الدفتر او عبر اي وسيله، يعني ابسط وسيله هي الاقلام. فهذا التعامل اللي لازم يكون بين الاخصائيين بالمركز والاهل، مو انه والله انه خلص انا بس بدي احط ابني لحتى انه بدي ارتاح يمرق وقت ساعتين او يمرق وقت، هذا الشيء غلط. نحن دائما عم نشتغل على توعيه الاهل قبل نحن الشغل مع الاطفال، وقت نحن ما بيكون عندنا ثقافه من الاهل معناها هي الثقافه ما عم يعطوها للاطفال حتى هن كمان ينتجوا معنا. هي يمكن المشكله. انا بدي احكي عن التفاعل، المسرح التفاعلي، هي الشريحه قديش عم تتفاعل اليوم. الطفل العادي يمكن علاقته بالمسرح شوي صارت خجولة بظل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي اللي صاير. احكي لي كيف عم بيكون التفاعل بالعروض؟ عم نشوف نحن بعض الصور بس بدي اسمع منك. هلا نحن بالبداية كان شغلنا كتير صعب، كانت المحاولة نحن حاولناها بأول عرض مسرح عملناه كانت مغامرة مجازفة مثل ما قلت لك. بعدين نحن شفنا قبول الأهالي انه خلص انا ابني ما راح يروح على المركز ليتعلم الاكاديمي، يتعلم المهارات الحركيه والحسيه، بدنا يشتغل شيء في عنده مواهب مثل السباحه والرياضه، خلينا نضيف موهبه التمثيل. بمجرد انه طفل قاعد جنبك على الطاوله عم بيقلد مسلسل امبارح كان حضرانه، هذا الشيء كثير حلو. أكيد. يعني انا ما فيني اعتبره انه خلص خيال، خليك انت بخيالك وخلينا نحن نشتغل على الاكاديمي، لا خلينا نحن ننمي هالموهبه يمكن يطلع منا شيء. ومثل ما قلت لك وزارة الشؤون الاجتماعية كل ما بتشوف طالب وصل لمرحلة الوعي، خلينا نقول الوعي وانه خلص صار يدرك وصار عنده شيء اسمه تكيف اجتماعي وشاف المجتمع وتقبل الناس اللي حواليه، بصير عنده شيء اسمه المهن، انه خلص فات لمرحلة المهن، مواهبه السباحة، في ناس ابدعت بالسباحة وناس ابدعت بالرفع الاثقال، وعندنا الشباب ابدعوا بالتمثيل والحمد لله رب العالمين. حلو كتير. وبدنا نعرف أكثر عن العروض المسرحية اللي تقدمت، تحكي لنا هيك لمحة عنها. تمام، العروض المسرحية اللي قدمناها كانت مع مركز عبور بالبداية قصتي حقيقة، وكان في عنا الشيء نحن قدمناه إنه بالبداية خلص نحن بدنا نشتغل شيء على خشبة المسرح، أنا عم مثل طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، أوكي هذا الشيء سهل بالنسبة للشباب اللي عم يشتغلوا في فرقة الأعمال، بس اشتغلنا بمركز ثاني إنه هن الأولاد بدهم يشتغلوا. مركز خاص ثاني كان اسمه هذا بيتي، اسسنا فرقه خاصه، فرقه مستقله عن كل الفرق والمراكز، اشتغلنا شيء للاولاد هن يشتغلوا هن يطلعوا على خشبه المسرح وكانوا بتماس مباشر مع الجمهور. الحمد لله رب العالمين ابدعوا واشتغلوا شغل كثير حلو وانا تفاجات بالنتائج. الله يعطيكم الف عافيه على كل الجهد اللي بذلتوه، والتحيه ايضا لكل القائمين على هي الاعمال اللي مفتخر فيها. استاذ غدير، صعوبات كثير عم تواجهكم بهذا العمل، مثل ما حكينا هي شريحه حساسه جدا بدها فريق اكاديمي مختص ليتعامل معها، بعيدا عن موضوع الموهبه اللي عم ينميها الاستاذ محمود والفريق، التعامل مع هي الشريحه شو في صعوبات؟ شو اكثر العقبات اللي عم تواجهوها؟ ليك هلا انا وقت بدي اقول لك طفل داون، يعني بدي اقول لك عن الطيبه، عن البراءه، عن الحب، عن العطاء. يعني أنا ما بقدر أقول لك عم واجه ولا صعوبة مع الأطفال، وقت أنا بدي أحب الطفل وأنا بدي أعامله بمحبة ما رح لاقي أي صعوبة، لا بالتعامل معي ولا إذا هو بده ياخذ مني معلومة أو بدي أعطيه معلومة ما رح واجه فيها صعوبة. قلت لك يمكن أكثر شيء عن جد يلي بيهزني شوي إنه هو الأهل، يعني الأهل ما عم بيكونوا متعاونين معنا، الصعوبة يلي عم لاقيها إنه أنا بقول للأهل بس أنتم تكونوا متعاونين أنا كل شيء عندي سهل. عرفت كيف؟ يعني ان شاء الله يعني كمان نحن على الكورسات التحاضريه للاهل ان شاء الله يكون كمان عندنا شويه وعي، بس وقت بدي اقول لك مثلا طفل من الاحتياجات الاعاقات الذهنيه هو البريء الطيب المعطاء انه ما رح تلاقي صعوبه معه ابدا، رح يتقبل فكره بضحكه وابتسامه كثير حلوه. حلو كثير، يعني نقاء روحه اكيد في تواصل كبير، بخلي تواصل كبير مع المدرب. صح، عم تتعاملي مع روح ما عم تتعاملي مع انسان عادي. حلو كتير. وبدنا نحكي هلا عن الموهبه كمان، بتبقى اكيد في مواهب بالبال استاذ محمود، مرت لاطفال قدوا شيء كان مميز عن زملائهم، فشو بتتذكر منها؟ تمام، المواهب اللي كانت موجوده بالفرقه القديمه، في ناس بتقلد ممثلين بشكل مو طبيعي، يعني انا كان عندي مثلا
طالب متلازم الداون احمد سمكه بالفرقه، كان حبه انه هو يقلد العقيد ابو شهاب مثلا، تمام. فهو بيقول لي انا بدي البس عربي. اوكي. نضال كمان تخلف عقلي، كان حابب انه يشتغل شيء للجيش، انا بدي اشتغل شيء للجيش. اوكي. حفظ النشيد الوطني، تمام. اسماء ناصر الدين كانت مبدعه كثير بالشغل، وهي كانت بطله مسرحيه ساندريلا، والله يعطيهم العافيه. يعني هذا شغل كثير انا الحمد لله رب العالمين بفتخر فيه، وبفتخر بالانجاز اللي احنا انجزناه. تماما. القصص اللي عم بتقدموها وعم تخلدوها على المسرح، فينا نحكي عنها هيك بشكل سريع؟ شو عرضنا؟ قضايا ممكن تكون القضيه بتشبهون على تماس معهم او لا؟ ممكن تكون لها معاني وطنيه او ما شابه. اوكي. هلا نحن بالمسرح بشكل عام هو رساله. انا بس بدي اعمل عرض مسرحي، بدي اوجه رساله للمجتمع، بدي وعي، بدي اعطي رساله بالناحيه السلبيه والناحيه الايجابيه. بس انا لما بشتغل مع هيك شريحه بدي اعطي شيء انساني اكبر بكثير من الرساله، بدي انسى الرساله. اكيد. بدي فرجي الموهبه انه هن شو عم يشتغلوا على خشبه المسرح، يشتغلوا بدون تلقين، اشتغلوا بدون مساعدة، كتير ممتاز الشغل اللي اشتغلوا عرض ساندريلا. يعني هذا العرض كتير أبدعوا فيه، فأنا ما فيني أقول عنه رسالة، خلص هن فرغوا الطاقة اللي عندهم وفرغوا مواهبهم واشتغلوا شغل كتير رائع. حلو كتير. يعني نشاطات أكيد متنوعة يلي عم تشتغلوها مع الأطفال، بيدخل الطفل عندكم بأول تعارف يمكن لسه ما بدأ بطريقه بتنمية مواهبه، فكيف بتبدو بالتواصل معه؟ هلا أول شيء أنا رح أحكيكي بالطريقة الأكاديمية اللي نحن عم نتعامل فيها بالمركز. أي طفل بيجينا أول شيء نحن بنعمل له تقييم، بنعمل له تشخيص، بنحدد الأهداف اللي لازم ياخدها ويحصل عليها. هلا الاهداف يلي بياخدها، في عنا كثير اطفال بيجونا بيكون النطق كثير سليم، سليم وعندهم وعي، نحن فورا بندخل صف المسرح تلقائيا انه خلص في عنا نطق، في عنا استيعاب، معناها انت بتروح لصف المسرح مع الاستاذ وبتتدرب انت بصف المسرح. في اطفال بيجونا ممكن في اضطرابات لغه وكلام، هي بدها معالجه. في اهداف سلوكيه، تعديل السلوك على برنامج تعديل السلوك، في نفسي حركي، في حركات كبرى وصغرى للاعصاب، للايدين، للمشي، للحركه، هي كله طريقه التعامل معه. بس يعني الطريقة الأولى بيننا وبين الطفل إجباري، نحن بدنا نستقبل هذا الطفل بهي الابتسامة والروح الحلوة لحتى يتقبل هو يجي لعندي. وقت تطلع أمه من البيت من المركز ويضل عندي، فهو ما يضوج أو يضل حاسس بالأمان أو ما يتضايق، خلص بيعرف أنه أنا موجود أو الأستاذ الثاني موجود، حاسس بالأمان مثل كأنه بيته تماماً. تمام. قبل ما نختم معكم ونسأل عن المشاريع القادمة، أستاذ محمود بدي أسألك عن مرت معك شي حالة؟ دائما بنعرف انه الاشخاص اللي بيكون عندهم قصور عقلي او بدني بيكون في عندهم موهبه خلاقه بمكان ما. مر معك حاله لممثل ممكن يكون مشروع ممثل ناجح بالحياه، مو بس بالمسرح التفاعلي تبع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ وفي حال مرق، في اي اجراء ممكن تاخذه انكم تنموا له هي الموهبه او توسعوا له دائره الافق تبعه؟ اكيد. هلا بالنسبه للشباب، الفرقه فرقة هذا بيتي في كتير شباب موهوبين. بالنسبة للفرقة القديمة بمركز عبور، أنا اشتغلت بأكثر من مركز، عم بحكيك على مركز عبور مثلا، ماجد كان كتير مبدع وبيطلع منه شغل كتير حلو. بمدرسة الرجاء أمير الصعيدي حتى نحن اشتغلنا فيلم إعاقة مجتمع. بمركز هذا بيتي اشتغلوا الشباب أسماء ناصر الدين، محمد الحاكم، أحمد سمكة، هدول الشباب أنا بشوفهم لقدام ممثلين، وانا اذا بقدر ساعدهم انا قد ما فيني راح اعطيهم لحتى يوصلوا. ونحن عم نرشح شباب هلا بمركز نور، نحن هلا اشتغلنا عليه الحمد لله، لشركات انتاج ليشتغلوا شيء بالدراما بال 2021 ان شاء الله يا رب. نهايه رح نختم معكم بالخطط القادمه والمشاريع، شو محضرين بالفتره القادمه استاذ غدير؟ هلا محضرين بالفتره القادمه عرض مسرحي للأستاذ دريد لحام، نصيامه، تمثيل فرقة مركز نور. عم بيتم التدريب هلأ وعم يتم البروفات، وعم بيتم كمان استقبال الأطفال لحتى نحن كمان إذا في طفل حابب هو أنجز شيء بالمسرح كمان عم نستقبله لحتى نعمل هي المسرحية. هي بالنسبة للمسرح. أما بالشيء الأكاديمي اللي عم نعطيه إن شاء الله هو الطريق نحن طويل ومكملين ولسه من نجاح لنجاح بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله المشروع بيكبر وبيكبر، والتحية والشكر الموصول لكل القائمين عليه على الجهد الإنساني اللي عم يبذلوه. شكراً كثير لكم. وبدي أشكر قناة العالم سوريا يلي عم تواكب أعمالنا الإنسانية والفنية.
يعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه استاذ محمود خطايبي واستاذ غدير اسماعيل، كنتوا معنا مؤسسين مركز نور لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه، اهلا وسهلا فيكم. يعطيك الف عافيه. وهلا بدنا نتابع مع الجمال، مع اللون الاخضر والرونق يلي دائما بخلينا متجددين وبيخلي النضاره بقلوبنا وببيوتنا ايضا. كيف بنختار النباتات المناسبه من المشاتل؟ حنعرف سوا بهالتقرير. مساء الخير. بما انه نحن فتره قصيره وفايتين على جو الربيع، رح نحكي اليوم شويه نصائح نتعرف من خلالها كيف فينا نختار نباتاتنا من المشتل او متجر الورد لحوض موجود عندنا جوا البيت او على التراس او بالجنينه، ونعرف طريقه العنايه فيها بعد الزراعه. اول خطوه عندنا هي تجهيز تربه الحوض اللي موجود عندنا، بنضيف له اما كومبوست او بيت موس او سماد عضوي حسب يلي انسب لنا ومتوفر عنا. طبعا هي العمليه بتكون باواخر فصل الشتاء يلي هي تجهيز الحوض. عندنا الخطوه الثانيه يلي هي انه نسال صاحب المشتل او المهندس الموجود المختص عن نوع نباتي بناسب المكان يلي متواجد فيه الحوض عنا، اما موجود بالشمس او بالظل. الخطوه الثالثه هي الغرض من النبته، نحن رايحين نشتري نبته بدنا نغطي فيها سطح الارض، بنختار نبته زاحفه او بدنا نبته تغطي مكان معين ما له مرغوب عنا بالبيت، بنختار نبته متسلقه او بدنا نبته تكون على ارتفاع معين من سطح الارض. اخترنا النوع النباتي اللي بناسب بيئتنا، هلا صار لازم نتفقد النبته لنشتريها خاليه وسليمه من اي امراض. اول شيء بنتفحص الاوراق بالكامل، لازم تكون خاليه من اي عيوب او تغيرات باللون او تلف، خاصه السطح السفلي للاوراق لازم ما يكون فيه اي بيوض او حشرات. ثاني شيء بنتفقد ساق النبته بالكامل، لازم يكون خالي تماما من اي تعفنات. نتفقد سطح التربه يلي موجوده فيها النبته، كمان لازم تكون خاليه من اي شقوق او ثقوب بتعيش فيها الحشرات. النبتة صارت موجودة عندنا بالبيت، كيف فينا نعتني بهي النبتة؟ نتفقدها بين فترة والتانية، منزيل الأزهار المطفية والأوراق المصابة والمريضة. بالنسبة للتسمير نضيف سماد متوازن من NPK. بالنسبة للنباتات الخارجية بتحتاج تقريبا مرتين بالشهر، النباتات الداخلية مرة بالشهر تكون بيرفكت. بالنسبة للري حسب النوع النباتي اللي موجود عنا وحسب الوقت من السنة، بفصل الشتاء بشكل عام بتقل حاجة النبات للمي. هاي كانت نصائحنا لكم لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، بالتوفيق باختيار نباتاتكم. شكرا كثير لكم. الدموع والاستماع للأغاني الحزينة واسترجاع الذكريات، طقوس وأجواء منعيشها بعد الخروج من علاقة فاشلة، وهالفترة الحساسة ممكن تستمر لأشهر وسنين، وخلالها ممكن اتخذ قرارات غير صائبة وردات فعل تكون عواقبها وخيمة ببعض الأحيان، خاصة فارس أنه بهي الفترة بتكون العواطف هي يلي عم تتحكم بالإنسان، ما عم يقدر كثير يفكر بشكل عقلاني وإيجابي وصحيح. هذا الشيء ممكن يترك بهالمرحلة الانتقالية أثار نفسية أو جسدية مؤلمة وسلبية جدا على صاحبها. لهيك اليوم رح نتعرف مع الاختصاصية الاجتماعية لبنى بسمة على أهم الطرق والخطوات حتى نقدر نتجاوز هالمرحلة بأقل خسائر ممكنة. أهلا فيك. أهلا فيكم، تسعد لي أوقاتكم وإن شاء الله كل أيامكم سعادة ومحبة. أهلا وسهلا فيك. دراسات والتجارب بتقول انه بتختلف ردات الفعل بين الرجال والنساء بهذا الموضوع، النساء ممكن تاخذ فتره اطول، فشو السبب بيكون؟ هل هو شيء نفسي داخلي ولا هي انه النساء اشد عاطفه وتاثر من الرجال؟ هلا بالبدايه بدي احكي شوي عن موضوع العاطفه. هلا العاطفه هي لها كثير اثر كبير بحياتنا، ليش؟ لانه هي عم تتحكم فينا بشخصياتنا بافكارنا حتى بردات فعلنا وباتخاذ قراراتنا. فنحن لازم دائما يكون عندنا الوعي المرتفع او العالي لحتى نحن اللي نسيطر عليها ونتحكم فيها، ما يصير العكس. بالنسبه لردات الفعل، كل شخص فينا له رده فعل مختلفه، ان كان انا رده فعلي غير رده فعلها غير رده فعل حضرتك، بس هون تتفاوت الامور. ليش دائما نحن ممكن تكون عند النساء اكثر؟ لانه دائما المراه هي
أرضي حدا عنده مشاعر أكثر، بتعبر عن مشاعرها أكثر، إحساسها دائماً يعني منفعل أكثر من الرجل. الرجل حتى لو كان عم يشعر بيكبط ما بيحكي، ما بيعبر عنه. ليش؟ لأني إذا بتلاحظ من صغره الولد إذا كان عم يبكي بيقول له عيب تبكي أنت رجال، فمن هو صار عنده هو ما عنده القدرة أنه يعبر عن هذا الشيء، وإنما هو ممكن بالعكس يكون مشاعره أو الإحساس اللي هو عم يشعر فيه كحزن أقوى من المرأة. حتى في دراسات هلأ من تقريباً عن جديد عملوها بال2011 قالوا أنه الرجل بياخد فترة أطول من المرأة لحتى هو ينشفى من العلاقة اللي كان هو فيها أو الحزن اللي هو فيه. تمام. المرأة هي أسرع أنه هي تكون عكس ما هو السائد أو متعارف عليه. يعني تماماً. نحن حساسين كتير إجمالاً. إيه بس ما بتبينوا. نحن دائماً بنعبر أكثر. تماماً. تمام. طب نحكي هلأ على شيء تاني، مصطلح يمكن صار تريند هلأ بالفترة الأخيرة لما نقول علاقة سامة. شو هو مفهوم العلاقة السامة وإمتى الشخص بيعرف أنه هو ضمنها وصار لازم أنه هو يتخطاها ويستمر؟ هلأ العلاقة السامة أوقات بتكون من البداية أنا فايتة بهي العلاقة لمصلحة، من دون مشاعر، من دون محبة، ممكن لغاية لمصلحة. هلأ موضوع العلاقات السامة كمان بتبين أو بتظهر من خلال الأفعال. بالبداية دعم لك دائماً البدايات حلوة. طيب نحن كيف بدنا نعرف أنه هون أنا بلشت بداية النهاية تبع هاي العلاقة؟ أول شيء وأهم شيء بنلاحظ الاهتمام بلش يقل، فبصير في الإهمال موجود دائماً للطرف الثاني أو للشريك الثاني. ثاني شيء بنشوف كمان الشريك عم يتهرب، يعني مثلا ممكن يكون الشاب وقته كله عم يقضيه مع رفقاته، عم يعطي البنت جزء بسيط او العكس مشان ما نكون بس على الشباب. ممكن التليفون كل ساعتين ثلاثة أربعة ليتصل تليفون يطمن على شريكته او هي تطمن على شريكها. الشيء الثاني كمان نحن بنلاحظه بصير في بقى مشاكل، تنخلق المشاكل من لا شيء. يعني التليفون اذا بدين حكى بده تصير في مشكله، اذا بدهم يشوفوا بعض بتنخلق مشكله، فبتكتر المشاكل بيناتهم، ما بقى بيصير في هي الموده اللي مثل البدايه. كمان في نقطه ثانيه بننتبه لها بس تبلش العلاقه السامه، بصير في تدقيق ونقد. يعني بالبدايه دائما بالعلاقات الحب بتلاقي في ستاره، صحيح، ما بيشوفوا اغلاط بعض، ما بيشوفوا مثلا الجوانب السلبيه، لا دائما بيشوفها كامله او هي دائما بتشوفها كامل. لما يبلش هون بقى العكس حيصير يشوف او تشوف كل نقطه مثلا لو شو ما كانت تافهه حتتكبر، حيصير في نقد حتى على الشخصيه. فهي متى ما بلشت هي الامور هون بقى فتنا بانه خلص عرفنا انه بلشت علاقتنا بدايه النهايه فيها. انتهت العلاقه لسبب ما، وصلوا لطريق مسدود، فتره التعافي اكيد ما في رقم محدد. طبعا. كل علاقه بتختلف وقديش حسب قديش صار لهم مع بعض وكثير في تفاصيل. أكيد. بس بشكل عام فتره التعافي المفروض قديش تستمر؟ هلا بامريكا بجامعه امريكيه عملوا مثل دراسات واحصائيه على هذا الموضوع. فحددوا انه العلاقات ممكن تتراوح من 11 اسبوع ل 18 شهر حسب نوع العلاقة، حسب عمق العلاقة، حسب التأثير الشخص على الطرف الثاني. لأني أوقات بقول لك العلاقات اللي فيها زواج وانفصال هي اللي بتاخذ الفترة الأطول من أنه مثلا علاقة اللي هي مبنية مثلا أنه حبوا بعض وتركوا بعض. تمام. بس كمان مثل ما قلت حضرتك ما في وقت محدد، يعني هي ما أنا مقياس 100%، بتختلف من شخص لآخر، بتختلف من نوع العلاقة اللي بيناتهم أو عمق وتأثير هدول على بعض هنا الاثنين سوا. 11 اسبوع اقل شيء. طب اللي بعد اسبوع بكون عم بحكي مع حدا ثاني، هذا شو ممكن اقل؟ هلا حنحكي لك هي شو، هي موضوع كثير خطير على فكره وحساس كمان. تمام. طب اذا بنحكي عن اثار نهايه العلاقه او العلاقه الفاشله، كيف ممكن انه نقدر نتجاوزها بطرق وخطوات؟ تمام. هلا انا دائما شخصيا بنصح اي حدا بيقول لي انه انا طالعه من علاقه جديده، اول شيء صور، مسجات، اي شيء ممكن يذكرنا بهذا الشخص ما نقرب عليه، اي شيء ممكن مكان كنا نروح عليه ما بنروح عليه، غنيه اذا كنت بسمعها اذا ما بسمعها، بعد خاصه باول ايام ابعد عن هالامور كليا. النقطه الثانيه والمهمه بدي يصير انا عندي هون اتصالح مع نفسي، خلص انا صير مقتنعه انه هذا الموضوع صار. تمام. ما ضل انه خلص انا معني مصدقته. متى ما صار هذا الموضوع انت تصالحتهم مع نفسك، عشت شعورك طبيعي، اي انسان رح يعيش هذا الشعور. هون ننتقل كمان لطريقه ثانيه انه نحن نتذكر الاشياء السلبيه بالشريك.
بس نتذكر اشياء سلبيه بالشركه تلقائيا بتلاقي شوي هيك انه خلص رجعنا ما عاد غصنا بعمق الحزن اللي نحن فيه. تمام. في كمان انواع ثانيه او طرق ثانيه نحن انه الشخص بصير بيتصل مع ذاته، بصير بينتبه على حالي انا. دائما بالعلاقات نحن اذا بتنتبهوا دائما نحن بنفكر بالطرف الثاني، انا بدي اعمل هيك مشان هو ينبسط، انا عم ساوي شيء مشان هي تكون فرحانه، طب انا وين؟ هون ببلش اتصالنا بنفسنا، بنطلع بقى الميزات اللي عندنا. في نقاط ثانيه كمان كثير حلوه هي الرفقات. بصير نطلع مع رفقاتنا، بتصير تواصلنا اكثر اجتماعيا. بعد عن الاشخاص المشتركين. تماما، وبعد عن الاشخاص السلبيين. يعني انا ما بطلع مع رفقاتي مشان انبسط روح كمان ينكدوا علي ونكد عليه ونرجع نتذكر، لا، بدنا نطلع انه خلص الشيء اللي نحن طالعين ننبسط. والشيء المهم جدا اللي انا كمان بنصح فيه هو انه يسجلوا كورسات، سجلوا رياضه، اعملوا نشاطات هوايات، شيء يملى الوقت. تماما، انتم بتحبوها سووها. كثير اشخاص بيقولوا انه الخروج من العلاقه ما بيحل المشكله او ما بيخليني انسى الا علاقه جديده، فبتلاقيهم فورا مثلا ممكن انه يكونوا يرتبطوا بعلاقه جديده، بتكون هي العلاقه رده فعل. تمام. بالغالب بيكون هذا الشيء سلبي، بدي راي حضرتك الاكاديمي. هلا هون نحن فينا نقول لك لها شقين، اذا انا فورا خلصت علاقتي مثلا ما صار لي يومين ثلاثه اسبوع ودغري ارتبطت، هي جدا غلط. ليش؟ لاني انت كنت مع شخص معبي حياتك ووقتك وفراغك. فانت انفقدت هذا الشخص منك، فشو صار؟ صار عندك الفراغ، فانت بدك تعبي فراغك بشخص ثاني. هذا كثير غلط، لانه حيعكس اثار سلبيه على نفسك وعلى الطرف الثاني. ممكن هاي العلاقه انت تدمرك تماما، بدل اوكي انت فايت تتسلى، لانه فايت تتسلى الموضوع ابدا ما انه هيك، هذا كثير غلط الموضوع. اما اذا انا كنت طالعه من علاقه وانا خلص صار لي فتره منيحه وشفيت منها، فاوكي ممكن انت تفوت بعلاقه ثانيه لحتى تكمل ترميم نفسك وتتابع بهي العلاقة، بس ما تكون لملء فراغ. هاي الفترة قد ايه؟ هون الإشكالية اللي بتصير. هي بقى ما في تحديد، مثل ما قلنا هي ما بتتحدد، في أشخاص ممكن خلال 20 يوم، في أشخاص شهر، في أشخاص تاخذ معهم سنين. كل حدا حسب شو نوع شخصيته أو قوة إرادته، هي كمان كثير بيلعب دور في هالموضوع. كنا عم نحكي بتفاصيل لها علاقة بالتجاوز، فموضوع المكان وحكيتي عن الأمكنة، البعد المكاني قد ايه هو بيلعب دور بهذا الشيء؟ هلا بيلعب دور إذا نحن مثلا كثير أوقات بتلاقي بنمرق من حارة ممكن نكون ماشية فيها أنا والشخص اللي كنت معه، بتلاقي للحظة حتى لو صار لك فترة بتسترجعي مثلا هي الذكرى. هلا نحن هون ممكن ناخذها بشيء إيجابي، مو ضروري ناخذها بالشيء السلبي، إنه خلص يوم حلو أو ذكرى حلوة، وقت حلو مضيته وانتهى راح، ما في داعي دائما نخلي الموضوع انه انا مريت من هذا المكان حازعل حابكي حاتذكر، لا، خلينا نعكس هذا الموضوع بطريقه ايجابيه، خلص بيمضى وبيصير ببساطه هيك بنحلها بسلاسه. تمام. في علاقات بتنتهي بشكل ودي او لظروف خارجه عن الاراده، فبيكونوا الاشخاص الطرفين هن ضحيه، ضحيه مجتمع ممكن، ضحيه طرف ثالث، فهون ببطل فيها شغلات سلبيه بالطرف الثاني انا اتكئ عليها لحتى انسى. تمام. شو الحل بهي الحاله؟ وكمان ممكن يكون انا هذا الشخص مضطر اشوفه كل يوم معي بالشغل، معي بمكان ما. تمام. شو الحلول؟ هلا هون انا خلص بده يصير في شيء اسمه انا خلص متصالحه مع هذا الموضوع. في شيء نحن اشخاص يعني كعمر محدد، عمر الشباب، بدنا نكون شوي عقلانيين، بالبدايه صعب. بالبدايه صعب نتقبل، فنحن لا هون نكون بمرحله التقبل انه هذا الوضع صار، يعني لا بايدي ولا بايدك. خلص حنتقبله، ممكن نكون ما حقلك رفقه لانه وقت بكون صعب الموضوع، بس خلص نحن اقتنعنا بهذا الشيء. اذا بدنا نضل خلص مستمرين انه نحن نفكر انه لا هذا الموضوع حيسبب لي حزن وكآبه وانا مضطره اني واجه هذا الشخص او كون ممكن بالشغل انا وياه، كثير حاثر بطريقه سلبيه، لا هو التقبل. انا رح اتقبل بطريقه خلص انه ما صار نصيب، ربنا حيعوضني بالشيء الافضل. دائما هي الفكره اذا وجدت عند الانسان بتلاقي تلقائيا حتنزل فيه هي السكينه وخلص بتنحل الامور ببساطه. تمام. بدنا نحكي هلا على نوعيه مختلفه من العالم يلي ما بيبدو اي رده فعل. تمام. وكانه شيئا لم يكن، فهذا الشيء قد هو حقيقي وقد هو موجود؟ هلا هو معنى حقيقي، لاني بالنهايه نحن بشر عندنا احساس ومشاعر، لكن تختلف رده الفعل حسب الشخصيه. في اشخاص ممكن يكون ردات فعلهم كثير مكشوفه وواضحه وكثير قاسيه، ما بيقدروا يخبوها يمكن. تماما، يعني ممكن يكون شخص هو انفعالي، فرده فعله كثير انفعاليه، ممكن يعيط، يصرخ، يكسر، يعمل، بنت ممكن تبكي، تصرخ،
هيك شخصيتها. في أشخاص عندهم المتوازنة، موضوع التوازن بتلاقيه مثلا انه ابدا رده فعل مثلا، او ممكن بصير بيسال انه ليش ومشان شو، بصير في هاي الحوار. الاشخاص اللي ما بتظهر هدول من نوع، في ناس عندهم ممكن لك انا ما بدي ابين مشان الناس، تمام. في اشخاص لا، هن رده فعلهم بينهم وبين حالهم. كيف ممكن تلاحظي عليهم؟ ممكن تشوفي مثلا اكل ما تاكلوا، صار يهربوا للنوم، كل وقتهم نايمين، عم يهربوا من الواقع خلص، بتلاقيهم منزويين قاعدين لحالهم. هي ردات فعل، بس هي نحن ممكن ما نحس فيها، نحن دائما رد الفعل بنشوفه الحركي اكثر، ولا لا هو تلقائي يعني يلي يا اما مرتب من وراء يا اما بدنا نسفه هو اللي بيكون اوضح. هي هيك، ولا ردات الفعل موجوده عند كل الاشخاص، ما في حدا ما بيقدر ما يعمل هذا الموضوع او ما يحس بهذا الموضوع. تمام تمام. دور المحيط كثير مهم، ذكرتي حضرتك استاذه. بدي احكي عن شخص بيكون هو صحبه مع الطرفين، تمام، وصديق للطرفين، علاقه هون في دور كثير كبير يعول عليه، خاصه بموضوع تخفيف حده الصدام او ما الى هنالك. شو ابرز النصائح اللي بتوجهيها لهذا الشخص اللي هو الشخص الحيادي؟ هلا دائما بده يكون هو حيادي بالنهايه، ممكن يكونوا هن الرفقات شله مع بعض. المهم كثير انه انا مثلا اذا احد الاطراف حكى على الطرف الثاني، ممكن هو معصب حكى عنه شيء مثلا اي شيء، بس انه ما يكون بزعل ما انقله للطرف الثاني ابدا، لاني متى ما نقلت حيزيد الاحتدام بيناتهم. لا أكيد. حاول دائما اني انا اكون يعني بالصلح او بالشيء الايجابي، ما انقل اي شيء سلبي، بالعكس يعني انا وجه الصوره الحلوه للطرفين عشان ما يكون في اي خلاف، وضل انا كمان بالنهايه ما اخسر اشخاص هن رفقاتي ممكن يكونوا. تمام. يعني بالختام استاذه، في شيء خصه بالشخص نفسه لما بيحاكم حاله او بيلقي اخطاء على نفسه وبيتهم حاله بالسلبيه، او بيصير تشاؤمي نظرته للعلاقات ولا مستقبله يعني، فهي الحالتين كيف لازم نتعامل معهم؟ هلا هذا الموضوع بالذات انا كثير بحب انه نضوي عليه، خلينا نستفيد من هذا الشيء السلبي بدل ما يخلينا نتشائم، لا نحن نصححه بشخصياتنا ونعمل نقاط قوة ضعف. مثلا أنا ممكن بعلاقتي كنت الشخص عصبي، أنا حدا عصبية، إذا بصير أي مشكلة بعصب بخانق بعمل، فهي كانت أحد الأسباب اللي أدت أنه أنا أنفصل عن هذا الشريك. خليني أشتغل على نفسي، صير أنا لا صير أضبط من مثلا عصبيتي، حول هاي نقطة الضعف لنقطة قوة. تمام. مثلا أنا حدا كثير معطاء، كثير بعطي، كثير بقدم مشاعر، كثير بضحي، هاي كمان معنا شيء إيجابي. خليني صير أنا عندي التوازن، حكم بين قلبي وعقلي، أيمتى أقدم صح وأيمتى لا أوقف. هون متى ما نحن صير أنا عم بشتغل على ذاتي، عم طور من حالي، ليش؟ لأني بالنهاية أنا رح كون بعلاقة تانية أتدارك هاي الأخطاء، يعني أخذها تجارب، ما أخذها أنه أنا لوم نفسي ولا أنا أجلد نفسي ابدا، نعمل العكس تماما، هذا الشيء الصح. يعني كل الشكر لك الاختصاصيه الاجتماعيه لبنى بسمه، على قد ما هو الحديث يعني فيه ألم، ولكن ببسمتك وطاقتك الايجابيه قدرنا نتوصل لحلول، ان شاء الله انه المتابعين يعني يستفيدوا منها. رانكسي لكم ويعطيكم الف عافيه كمان. اهم نصايح اللي بنوجهها دائما للتخلص من اي حاله سلبيه هي ممارسه الرياضه، وبفقرتنا الرياضيه اليوم رح نروح للاشخاص اللي حابين يستخدموا الرياضه لزياده الوزن. خلونا نتابع مع الكوتش محمود. يسعد اوقاتكم، معكم الكوتش محمود. كثير من الشباب والصبايا بيعانوا من نقص الوزن، اليوم بدنا نحكي لكم عن بعض التمارين وبعض الاغذيه اللي ممكن تساعدنا. مثلا بيسالوني كوتش نحن اليوم اول يوم شو بدنا نلعب، شو بدنا نعمل، شو فينا ناكل؟ طيب نحن اليوم حندلكم على هذا الشيء طرق سليمه وما تاذوا حالكم فيها. تفضل حنبلش هلا التمرين الاول، تمرين ضغط الصدر. كثير من الناس تسالني عن عضله الصدر، انه انا كوتش كيف فيني العب تمارين صح او نلعب تمارين الاساسيه اللي انا ممكن احرك فيها هي العضله. بلش التمرين الاول هو ضغط الصدر. واحد، ظهر مشدود، الرقبة مشدودة. اثنين، ثلاثة. طيب نحن هلا حننتقل على التمرين الثاني اللي هو كل بيعرفوه، تمرين فراشة تبع الصدر. نحن نلعب صح شوي شوي، كثير من الناس بتلعب تمرين كثير كثير بسرعة، هذا الشيء كثير بدنا نركز عليه. هلا نحن حننتقل لتمرين ثاني، تمرين ظهر اللي كثير مفيد لعضلات ظهر وبقويه، تفضلوا معي. حنبلش هلا بتمرين ثالث، تمرين سحب البكره، بس نحن هلا حنلعب على الاله مشان انا ما اذي ظهري باي طريقه كانت.
نبلش؟ طب واحد اثنين ثلاثة هي أربعة خمس ست سبع ثمانية تسعة عشرة. كتير شيء مهم أداء التمارين والحركات والعدات. إحنا كل تمرين حنلعبه يكون ثلاث عشرات تكرار ثلاث مرات. هلا بدنا نلعب تمرين ثالث، تمرين رفرفة الكتاف، كثير من الناس بتعرفه بس نحن بدنا نلعبه بطريقه صح بحيث ما ناذي ظهرنا. كثير من الناس بتلعبه ممكن يطلع بايد اكثر من الثانيه، ممكن يلعب غلط، ممكن يكون ظهره مانه مشدود، ظهره محني، ما له عرفان كيف بده يتمرن. نحن بدنا نبلش هلا التمرين. نلعب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمان تسعة هي عشرة. تمام، ننتقل على التمرين اللي بعده، هو تمرين رجلين طاولة أمامي. تفضل. هلا حنلعب تمرين الرابع هو التمرين الأخير، تمرين رجلين طاولة أمامي. نحن لعبنا قبله تمرين صدر، تمرين ظهر، تمرين كتاف. كثير من الناس أنا كوتش أنا أربع تمارين كافيين لألي، أربع تمارين أو خمسة أو ستة أو عشرة، أنت ما عندك مشكلة. الأهم من هذا الشيء أنت عم تعاني من نقص وزن. أنا جيت على النادي ولعبت صح، بس أنا بدي آكل، أنا أكل هو اللي حيرفع لي وزني، هو اللي حيفيدني. بس كوتش يلا أنا أكلت اليوم سندويشة، طب السندويشة شو عملت معك؟ شو فادتك؟ نحن بدنا نحكي عن نظام أكل صحي. أنا بدي آكل أكل متساوي، بدي فيتامينز، بدي دهون صحية، بدي كربوهيدرات، بدي بروتينات. كثير من الناس تنسى عامل مهم وأساسي من هدول الشغلات. هلأ حنبلش التمرين الأخير هو تمرين الرجلين ونبلش. طاولة أمامي، طاولة، أوكي. شوي شوي، تساوي. نرجع من عيد أنه هدول التمارين كل تكرار ثلاث عشرات ثلاث مرات. هذا اللي عم يعاني من نقص الوزن، ما بنحاول نزيد وزن كثير، بنحاول نلعب وزن متوسط مشان انا ما سبب اصابات لسه انا مبتدئ بالنادي. تسع هي عشرة، حاول ثبت بلعب تركيز وهيك كون خلصنا التمرين الدائري. وبالنهايه بعد نحن ما لعبنا عدة تمارين، هلا بدنا نحكي بالموضوع الاساسي اللي هو الاكل، اللي هو الغذاء. كوتش انا ما عم بسمن، كوتش انا وزني ناقص، كوتش انا ما عم يطلع وزني. طيب انت اكلك صح وقتك صح، حنحنا حناخذ لمحه سريعه عن هذا الموضوع اللي هو اللي حدا بده يرفع وزنه. انا ما فيني بس اكل فطور غدا عشاء، انا ممكن زودهم شوي، ممكن انا اكلهم صح، بس انت هيك اذا اكلت وجبه كثير مشبعه ما عاد تاكل لبعد اربع او خمس ساعات. لا، انا حدا اذا حدا بدي ارفع وزني انا لازم اكل ثلاث ساعات، كل ثلاث ساعات انا بكون عم اكل وجبه، مثلا كربوهيدرات، بروتين، فيتامينات، فواكه، سلطه، رز، دجاج. انا هدول شغلات كثير ناس تتغافل عنهم، لازم انا اكل كل ثلاث ساعات، والاهم وجبه عندي هي وجبه الفطور، انا مشان ارفع فيها هرمون الانسولين، مشان هو يحفز انه انا حسيت الشبع، حسيت الجوع والشبع عندي. انه انا لازم افطر، هي الوجبه كثير اساسيه. اما اذا انا بقعد ما بفطر للساعه 4 فانا ما عاد اكل غير وجبه ثانيه، وانا مستحيل هيك بهالطريقه يطلع وزني، او ممكن انا يطلع وزني بطريقه غلط. كثير ناس كوتش انا طلع وزني بطريقه غلط بس معده وخواصر. طب انت عم تاكل صح؟ والله اكلت اليوم سندويشه بوظه او هيك اشياء. لا لا لا، انا بدي اكل صحي من بدايه اليوم لنهايه اليوم، خمس وجبات كافيين وشكرا كثير، يعطيكم العافيه. هيك كون نهينا فقرتنا اليوم. وهلا بدنا نحكي عن حديثي الولاده يلي هن الاطفال اللي بيرسموا اكبر ابتسامه على وجوه العائله، الاسره اللي ناطرتهم، وايضا حتى بالمشفى. لكن في فحوصات جدا ضروريه طبيه المفروض انه يخضعوا لها هالاطفال لحتى يكتشفوا فارس حالات مرضيه الاطباء ممكن انه يتم تداركها بشكل مبكر
وإلا ممكن تكون نتيجتها أمراض ومشاكل معينة ترافق الأطفال لسنين طويلة أو حتى حياتهم كلها. رح نتوسع أكثر بهذا الموضوع مع ضيفنا اللي انضم لنا بالاستديو دامسكو الدكتور فراس النميري اختصاصي أمراض أطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. يا أهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية طب الأطفال هو يمكن من نظر أشخاص أنه هو من أجمل المهن أنك أنت عم تعمل مع الأطفال، بينما هو أكيد من أصعب المهن. خاصة ليش عم لك هو اسمه فن طب الأطفال؟ يعني بده يكون شخص مرح متميز يقدر يعني يوصل لقلب هذا البيبي الصغير اللي عم يفحصه ويحبه. تمام. خاصة باللحظات الأولى، يعني أنت بكون عم تدخل على اللحظات الأولى حتى الأعمار الكبيرة، يعني حتى بالأطفال الأعمار الكبيرة إذا ما كان عنده ثقة فيك وحبك للطفل ما عاد يرجع أو بيخاف منك. بالعكس في أطفال عم تزورنا عم تتحجج إنه مرضانة بس لأنه شوف الدكتور فراس أو شوف الدكتور فلاني اللي عم يلعبنا ويضحك معنا ويمزح معنا. شو منيح دكتور، يعني هي عكس الشيء الشائع إنه بتخويف من الطبيب إنه أنا باخدك على الدكتور فالولد بتلاقيه كأنه قعد وخلص. ممكن بس إذا حبك أحيانا ممكن ياخد الإبرة بس كرمال إنه شو ما يخاف منك أو يحبك بس مو أكثر. منيحة هاي الصفة والفكرة. مو الكل طبعا. تمام. طب خلينا نبدأ بالحديث عن فحوصات حديثي الولادة. شو أهم الفحوصات يلي لازم يعرفوا الأهل أنه طبيبهم فعلا أجراها لابنهم وتأكد أنه بخير؟ هلأ بدك تحكي بأكثر من محور لأنه كلمة فحوصات كلمة شاملة، يعني فيك أنت إذا كان قصدك فحوصات مخبرية هلأ بنحكي عنها أو الفحوصات اللي بنساويها ضمن المشفى أول ما يخلق. حصل سلك إياها، أول ما يخلق الطفل في شيء اسمه الفحص العام، يعني الفحص العين اللي نحنا بنشوفه. شو بنشوف فيه لهذا الطفل مثلا؟ أول ما يجا الأهل كلهم فوق راسك والضجة واللي عم يصور وكذا، نحن بهاللحظة بنكون إيدنا على قلبنا لأنه هذا خلق صرخ ما صرخ بدي اسمع صوته أول ما صرخ، يعني الحويصلات الرئوية اللي عنده انفجرت ودخل بدال المي اللي كان داخل الرئتين صار فيه هواء. فبنشوف نحن لونه للطفل لون وردي زهري أزرق مزرق، أنه في داعي لإنعاشه للطفل صرخ ما صرخ. اللون بهمني أول شيء، اثنين بهمني الشكل العام، طوله وزنه محيط راسه، طبعا بناخد له وزنه وطوله محيط راسه، لونه بنفحص مشعر أبقار عنده بالدقيقة الأولى وبالدقيقة الخامسة، بعدين بحكي لكم شو هن. بنشوف يا فوخه إذا مفتوح ولا مسكر، كله هذا من المظهر العام. بنشوف الفتحة الأنفية إذا سالكة ولا لا، بنفوت أنبوب أنفي معدي من أول فتحة، بنفوت من الفتحة الثانية، بنشوف فتحة الشرج إجا موجودة ولا لا مشان إنه هذا البيبي عم يخرج ولا لا. بنفحص العضو عنده إذا كان ذكر أو أنثى، بنشوف إذا في إحليل تحتي أو فعلا أنثى كاملة حقيقية ولا غير كاملة. كل هاي الشغلات نحن بنشوفها بالعين بس يمكن بنحكيها بيننا وبين حالنا بعدين بنسجلها على الدفتر. فالأهل هن طبعا هاي الأسئلة ما بيسألونا إياها لأنه نحن آخر شيء شو بنقول لهم؟ الحالة العامة جيدة، يعني الأمور ممتازة. وبعدين بنحط الطفل عنا تحت شيء اسمه حضانة لمدة 24 ساعة بندفيه للطفل، تحت شيء اسمه مراقبة لأنه في أمراض ما بتبين بالفحص الأولي، ممكن الطفل يصير عنده عنة أنين وزيز، يكون عنده مشاكل قلبية تظهر لاحقا. بس الحالة العامة جيدة بنقول أول يعني 3-4 دقائق قبل الفحص، هذا اللي اسمه حكيتي أنت الفحص العام. هلأ كمالة الفحوصات هي الفحوصات المخبرية. الفحوصات المخبرية للأسف هون عنا بسوريا مو كتير، يعني مو الكل بيهتم فيها. بعض العائلات المغتربة اللي بتكون جاية من برا هي اللي بتهتم فيها، أو أحيانا الأطباء بتنبه عنا بس للأسف إنه يعني في إنه ما حدا بيهتم فيها حتى الأهالي. يعني فحص التي إس إتش فحص الغدة، وفحص تحسس حليب اللاكتوز نشوف إنه هذا البيبي ممكن يأخذ اللاكتوز ولا ممكن يتحسس منه، بالإضافة إلى الفحوصات الوراثية اللي بناخدها من كعب البيبي. هن 20 حالة وراثية بنساويها بالمخابر طبعا عنا. ممكن نعمله تحليل سكر، تحليل كلس، نعرف زمرة دمه. ممكن إذا كان لونه أصفر شوي الطفل أطلب له أنا تحليل الخضاب، تحليل البيروبين، تحليل الصفار. هاي طبعا دكتور الأطفال يعني ممكن هو يعمله تشيك أب عليها. صرنا بالفحص العام والفحص المخبري. في فحص لاحقا بيصير هو فحص الرؤية وفحص السمع، هدول طبعا بالأشهر الثالث والرابع بنساويهم. هذا كل شيء له علاقة بكلمة فحص. فترة طفل حديث الولادة لإمتى بتمتد وقديش لازم يكون في فحوصات سريرية دورية بالعيادة الطبيب بعد الولادة؟ هلا نحن كلمة الأطفال بنسميها لكلمة الوليد
الوليد هو اللي اول ما يخلق لعمر 30 يوم، بعد 30 يوم ما عاد اسمه وليد، صار اسمه طفل عادي. حديثي الولاده انه مخلوق هلا يعني معه من اول ما يخلق لعمر 30 يوم، كلمه الوليد، الوليد اسمه يعني وليد. ايمتى ابنك ولد؟ صار له 20 يوم. تمام. ابن ايمتى ابنك، ايمتى ابنك ولدان؟ صار له صار له شهرين، يعني ما نظبطه. صار له 20 يعني بالايام، بده يكون عدده بالايام. تمام. فنحن بنقول للام اول شهر شهرين ثلاثه بدنا نشوف ابنك بشكل شهري، كل اسبوعين يعني من كل شهر بنشوفه مرتين خلال اسبوعين، بس نشوف الحالات الجديده اللي ممكن تطرق عليه. قلت لك لانه في امراض ما بتظهر مباشره، بدها اسبوعين لثلاث اسابيع مثلا، اذا في عنده اقياءات متكرره، في شيء اسمه الاقياءات المتكرره مع خساره الوزن، هون في يعني استفهام كبير، ممكن نعمل صور، ممكن نعمل تحليل، ممكن ندخله على عمليات اذا كان في عنده مشكله، بعدين بنحكي بالامراض. تمام. يعني دكتور خلينا نحكي فيها بما انه بدانا عم نحكي بهذا الموضوع، شو هي اهم الامراض اللي ممكن تتشخص عند حديث الولاده؟ هلا اهم الامراض بصراحه برجع بقول لك، هلا نحن الامراض الرئويه عند الاطفال اللي ممكن نشوفها اول ما يخلق، مثلا اجاني البيبي اول ما خلق بعد ساعتين ثلاثه بتقلي الام او النيرس اللي دكتور البيبي عم يعن، صار عنده عني او عميل هات، فهون نحن بنشخص مثلا زلة عابرة، انه يكون بالع سوائل هذا بالمي، نحن بالعامية هيك بنسميه، بس بمصطلحاتنا اسمها رئة مبلولة، زلة عابرة، او قد يكون عنده مثلا آفة قلبية، اذا تطولت هاي الرئة المبلولة وحطيناه على الاكسجين ودفيناه واعطيناه وما ارتاح الطفل، ممكن تزيد اللهته وتزيد هاي، ممكن اطلب له ايكو قلب، يكون عنده مشاكل قلبيه. تمام. لاحقا، او ممكن تتطور عنده حراره خلال 24 ساعه مثلا، شك بالتهابات الرئه او التهابات السحايا او مشكله ثانيه، او ممكن طبعا هذا كله خلال 24 ساعه، او ممكن يصير لونه اصفر اللي نحن بنسميه بالعاميه الريئان، انه دكتور ابني صار لونه أصفر أو شيء، غير طبعا كله هذا بنحكي بعلاجه، غير إذا مثلا بتكون الأم سكرية، مثلا الأم سكرية، فنكون نحن متحضرين لهجمة نقص سكر عند هذا الطفل، فمنراقب له السكر هاي أول ما يخلق، نحن عم نحكي طبعا. تمام. نكون محضرين لأنه نراقب له السكر كل ساعتين ثلاثة، أو ممكن نلاقي مثلا الطفل قاعد بالحضانة عم دفي، عم يصير هاي الحركات الاختلاجية، قد يكون نقص كلس، قد يكون حركات اختلاجية، بنشوف الأم بقى شو عم تاخذ أدوية، أو تكون عنده مشاكل بالغدة، هي طبعا كلها يعني مشكلة، انه الامراض يعني كلمة كبيرة كثير، بس انا لخصت لك يعني الحالات اللي بتظهر عند ممكن نشوفها فورا. تمام. 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 خلال فترة الطفل الوليد اللي هي 30 يوم، شو ابرز النقاط اللي لازم تنتبه عليها الام، غير موضوع الزيارة الدورية كل اسبوعين عند الطبيب بالبيت، شو اكثر شيء لازم؟ هلا هو هاجس وحيد عند الام اللي هو وزن الطفل والارضاع. نعم. وزنه الام كثير بهمها هذا الوزن. هلا بدي احكي شغلة، انه نحن الامهات خلال اول اسبوعين من عمر الطفل او باليوم العاشر لليوم العاشر بيخسر وزن الطفل 15%، فهي هون يعني الام البكريه بسميها انا كي جي 1، فشو بصير معها؟ بتقول لك انه انا ابني عم ينزل وزنه، فتبلش حماتها وقرايبينها يلا حليب صناعي حليب صناعي، هي المعلومه خاطئه، لانه البيبي اول ما يخلق بيخسر 15% من وزنه، يعني اذا ولدته 3 كيلو باليوم العاشر بده يكون كيلين وقديش و650 كيلين و700، طبعا قاعده مو اساسيه، لانه في امهات بتجيبها باليوم العاشر 4 كيلو زائد كيلو. تمام. وفي ناس لا فعلا بيكون خسران 300 جرام هي ال 15%، بس اذا صار نقص ما في شيء بيدعي للخوف. لا طبعا، لانه اجباري لازم يخسر 15%، بتكون متنفخ الطفل، محمل سوائل زياده. تمام. بعد ال 15 يعني بعد اليوم العاشر ببلش كسب الوزن اللي هو بين 20 ل 30 جرام باليوم. باليوم. تمام. بحيث انه يقطع ال 4 كيلو بعمر الشهر. تمام. يعني راح اعطيك ملاحظه، وحده ولدانه ابن عم وزنه 3 كيلو، بعمر الشهر مثلا صار 4 كيلو، هيك الام ما عندها مشكله، بس تخيل وحده ولدانه وزن ابنها 1100 جرام، يعني كيلو 100 جرام، باليوم العاشر بعمر الشهر اذا جابت لي وزنه مثلا كيلين و200، بس ما صار 4، بس طبيعي لانه وزن الولاده بالاساس نازل، هو عم يزيد بين ال 20 ل 30 جرام باليوم، فهذا الشيء نورمال، يختلف من طفل للثاني. تمام. والهاجز هو الارضاع، يعني اهم شيء بتقول لك التغذيه، بهمها تغذيه الطفل اكيد، يعني هذا هاجز التغذيه والهي. هلا في حالات مرضيه هي بتفكرها مرضيه بس هي ما لها مشكله بتحبوا بنحكي فيها. اكيد بدنا نحكي فيها، بس دكتور بدنا نضوي على موضوع اليرقان الولادي عند حديثي الولاده يلي بنشوفه كثير عند اطفال، وبتبدا المخاوف خاصه مثل ما قلت اذا كانت الام باول طفل لها واول رحله امومه. هلا بالنسبه للريقان اللي هو البيلوروبين لما يكون عالي بالدم،
هو له أسباب كتير عديدة، أهم إذا زمرة الأم غير زمرة ابنها، ممكن يصير الانحلال ويعلى الصفار إذا البيبي ما كان عم ياخد إرضاعة كمية كافية، غير الآفات الاستقلابية وغير للشي منسمين إحنا ريان اليوم الأول. هو ريان اليوم الأول هو المخيف بصراحة، لأنه قد اضطر أنا بدل دم بهالحالة إذا كان الرقم عالي. فليش منخليه 24 ساعة ضمن الحضانة بس نراقب لون الصفار هاللي عنده. طبعا ممكن الأهل يساعدونا إنه يزيدوا لون صفار ابنهم لما يعطوه المي والسكر ويعطوه الشغلات اللي فيها سكر، فبيزيد من المشكلة. فهي بتفكر انه ما عم يرضع خليني انا اعطيه. دائما يعني بتلاقي حتى النيرسات عم يتعاونوا معهم، عم يعطون سيرومات سكريه، سرنج بيخبوه بيعطوه للام انه اعطي ابنك، والاخ بيكون فرحان مبسوط عم يمص سكر يعني. فهون عم يعملوا لنا مشكله بموضوع الريان وارتفاع البيلوروبين اللي صار بالدم. فبرجع بقول لك ريان اليوم الاول هو اللي بيخوف. ريان اليوم الثاني او الثالث بنسميه احنا ريان الفيزيولوجي، هذا ما بيخوف عابر انه كل الاطفال بدها ترين، ولكن احيانا الريان الفيزيولوجي اذا كان الزمر مختلفه، زمره الام او البيبي او، ممكن الريان يعلى اكثر، فاضطر احطه انا بالحضانه 24 ساعه او احطه بغواصه بالاشعه فوق البنفسجيه لوقف الانحلال. إيه الملاحظه انه انا لما عم مثلا اذا ساوينا مثلا تحليل التي بي وكان مثلا 15 16 وحطيته خرجته كان هذا الرقم 10، فالأم بتشوف ابنها صار أحمر وكل شيء إلا منطقة العيون بتضل صفرة، لأنه نحن بكون مغطينا مشان الأشعة ما تأخذها. فبيصير قلق عند الأم، فبنقول لها لا هذا لون الصفار لأنه الأشعة يروح مع الوقت. الحالة الثانية أنه أنا بقول لها عيد التحليل الريان ثاني يوم، فبالتاني يوم بتلاقيه صار 12 علي، فالأم بصير عندها خوف أنه ليش عم يزيد الرقم. فأنا بقول لها قبل بيوم أنا لما بدي خرجه على رقم 10 ثاني يوم حيزيد الرقم، ما ترتعبي لأنه لسه الانحلال حيظل موجود بقايا. فباليوم الثالث او الرابع ببلش هذا الرقم ينزل بنزول، يعني بتعيديه باليوم الثالث والرابع يصير 7 8 9. بس ريان اليوم الاول برجع بذكر فيه هو الريان الخطير وبدك تديري بالك منه، والارقام لو كانت بالخمسة بالستة بالسبعة هي تعتبر ارقام عاليه بالنسبه له. وهو بتلاحظ بالمشفى يعني بحكم انه غالبا الام وطفلها بهذا اليوم بيكونوا بعدهم طبعا بالمشفى. هلا دكتور الاطفال من اول يوم يعني بيهم. فورا بيكشوا، حتى بتكون الام مثلا بيكون ابنها الثاني او الثالث او الرابع، فبتقول لك انا ابني الاول بدلت له دم، او نحن عندنا عاده انه دائما البيبي بيصير عنده صفار وبينحط بالحاضنه، فبتكون عاطيه لدكتور الاطفال هالمعلومه. في اطفال حتى بكون مجهزين الدم لانه بتقول لك انا دائما عندي امراض انحلاليه، يعني بكون الام عندها فقر دم منجلي، عندها تلاسيميا، فبنكون محضرين حالنا. تمام. التطور الحركي عند الطفل ابرز النقاط اللي لازم متابعتها بالبيت وايضا مع الطبيب، التطور الروحي الحركي. هلا اذا بتشوف غرفه النوم عند الام اول ما يجي الطفل بتكون جايبه سرير اللي هو شلون هي الطاوله هيك مسطح، فهي بتعرف انه ابنها بدها تحطه بهي الوضعيه الظهريه على ظهره تقلبه او على جنبه اليمين او جنبه اليسار هالوضعيه. بس يصير عمره 4 شهور بتجيب شغله ثانيه غير السرير اللي هو الكرسي اللي بهالقعده، لانه بتعرف انه ابنها ببدايه الشهر الثالث او اخر الثالث بدايه الرابع بصير بيرفع راسه فوق جذعه، فبصير يحرك هالحركه. هذا نحن بنسميه شو شغلات حركيه عند الاطفال عم تتطور. يعني اول لما كان عمره شهر شهرين دائما راسه مسطح ما فيه يرفعه ابدا، بدايه الشهر الثالث بصير بيحرك راسه فوق جذعه. هاي بالنسبه لكلمه حركي. بالنسبه لكلمه روحي انه نحن ببدايه الشهر الثالث الطفل بصير يكاغي بيطلع اصوات، فلما بتشيله امه بيرفع راسه بشكل جذع بيتناغم معه روحيا، لما هي بتضحك له هو بيضحك لها، يعرف امه بالشهر الثالث بصير بيعرف انه هذا صوت امه، بيميز صوت امه، بيميز ريحتها. مثلا شلون بدي اقول لك الحاله، بتفوت الام لعندي بتقلي دكتور ابني صار عمره شهرين ما قعد. لاحظ هالمعلومه، مين قال لك انه لازم يقعد بالشهرين؟ جارتي يوفكا. هو يجلس الطفل معنا، نحن بنحط طبعا قيمه مطلقه ممنوعه، بدك تحط قيمه من تاريخ لتاريخ، بتقول له من الشهر السادس للشهر التاسع ممكن يجلس بالمساعده او بغير مساعده. بالمساعده يعني انا راكي له ظهره، بالتاسع بدي بعده فيه يقعد بدون اي يعني بحس انه ما حدا يدور. يعني هي الحركات الام بتعرف اذا ابنها اموره بخير ولا لا، بتقول لك انا يقلب من ظهره على بطنه بالشهر الرابع او الخامس. دكتور انا ابني ما قلب. شلون يعني ما قلب؟ يعني بتقلي الام البكريه الكي جي 1 اللي ما بتعرف شيء، بتقلي دكتور انا كنت حط ابني وروح اشتغل اجلي الجليات واطبخ، امتى فيني يعني اتركه؟ بقول لها للشهر الثالث. بعد الشهر الثالث الرابع ممكن يقلب على ظهره، يتحرك من مكانه، يقلب من ظهره على بطنه او من بطنه على ظهره. هي اسم الحركات الروحيه والحركيه عند الاطفال. حلو كثير. يعرف اسمه، يعرف جنسه، يعرف عمره.
كل ما تقدم بالعمر بيصير في تطور أكبر. طبعا اكيد. كل الشكر لك دكتور، يعني خاصه هذا الموضوع الاخير، المرجع دائما هو طبيب الاطفال. الام، الجاره، الحما، اكيد بيعطوا معلومات مهمه، ولكن بنرجع الام بتفكرها حالات مرضيه عند ابنها، بس هي ما حالات مرضيه. مثل موضوع الاسهال عند الاطفال، اول ما يخلق البيبي بيكون يعني دائما لازم يخرج بكميات كبيره كثير او ما يخرج نهائي. فبتقول لك الام بتروح على الصيدليه بتقول له اعطيني شيء للاسهال، بيكون ابن عمره 10 ايام 12 يوم، انه عم يخرج على هذا الخروج طبيعي، اذا بيخرج 10 مرات طبيعي، بس بشرط يزيد الوزن. نفس الشيء موضوع الاقياء الفيزيولوجي، في اقياء نحن بنسميه فيزيولوجي. شلون يعني فيزيولوجي؟ يعني عم يتقيا الطفل انه عم ياخذ كميه حليب زياده، او فيزيولوجيا يعني الحليب عم يرجع رجوع لورا. فطالما الوزن الطفل عم يزيد هذا الشيء طبيعي، ما تخافي منه، ما تفكري ابنك معه شيء. احيانا الام بتقلي دكتور ابني عم يتطلع بحولني انه هيك وهيك، بقول لها هذا الشيء طبيعي، بيثبت الجسم البلوري والرؤيه عند الاطفال لعمر السنه احيانا، هاي الحوله نورمال. بتجي عندي على الاسعاف شايله بنتها بتقول لي دكتور انا بنتي عم تنزف دم عمرها اسبوع، بنقول لها هذا الشيء طبيعي، بنسميه عاده دوريه عند الانثى بهذا العمر. تخيل عمرها اسبوع، هذا الدم طبيعي او المفرزات البيضاء طبيعيه. دكتور انا صدر بنتي كبير عمرها 3-4 ايام، بقول لها عادي طبيعي، لا تعصري ولا تقربي عليها، هي هرمونات الام اجت لعندها، هرمونات الام عاليه وصلت وعملت هذا. ممنوع عصر الثدي، ممنوع هاي، طبعا هو بحر كثير، هي حالات كثيره. ان شاء الله ممكن بلقاءات قادمه نحكي عنها كلها. شكرا لوجودك معنا دكتور، نورتنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. وهيك بتكون ساعه دامسكو وصلت لختام اليوم معكم متابعينا، بنتمنى نكون قدرنا نقدم اشياء تساعدكم بحياتكم اليوميه، سواء كانت ام او سواء كنا عم نعيش حياتنا وندور على اسلوب لنطور مهارات اطفالنا. ما تنسوا دائما مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ويوتيوب، لتضلوا دائما معنا، تضلوا بألف خير. إلى اللقاء.